شباب السلام عليكم. بخصوص غسيل السيارة أنا مش عارف أنا مش عارف شو قصة هذا البي سي ام البادي كنترول موديل، هذا اللي بيتحكم بالعدادات وبيتحكم بيتحكم بالمساحات وبيتحكم بكتير مساحات الخلفية، بيتحكم بشغلات كتيرة، فهمت علي؟ هي من الغسيل، شوف هي من جوا البول، طلع شوف شايفين صاير صاير فيها حريق، المي داخل عليها زي ما انتم شايفين. المكان هذا المكان هذا شوف صار فيه حريق، نحاول نصلحها احنا، اذا ما زبطت بلاقيها شايفين المكان هذا دمجت، شايفين سي بي يو المكان هذا ملدوع، بدنا نحاول نصلحها نشوف احنا حظنا.